النادي الاهلي مفيش كثافه عدديه، أيوة. مفيش فاعليه، فهنا برضو بدايه منين دي عوضها لاعب نص. هل بقى عمرو السوليه اشراكه النهارده كان امرا صائبا من وجهه نظرك بص بعد انا يوم واحد متاكد من العوده من مشوار طويل؟ بص عمرو السوليه انا متاكد مليون المية هو اللي اصر انه يعني يلعب النهارده. ليه؟ بص عمرو السوليه ما بداش اول مباراه افريقيا في افريقيا، يعني لما تيجي تقارنه مع حمدي فتحي، لا هو حمدي فتحي يستهلك اكتر في البطوله، تمام. عمرو السوليه ما بداش اول مباراه، وبرضه في ماتشات كان بيخرج ممكن بدري نص ساعه، بيخرج بدري 40 دقيقه، فكل الحاجات دي ساعدت ان عمرو يبدا النهارده. يعني ليه بدا مفهوم. عمرو السوليه وليه ما بداش حمدي فتحي من بدايه المباراه؟ زي ما بقول لك كده ان عمرو هو عنده الرغبه انه يلعب، وعمرو برضه مريح بقاله فتره كبيره بسبب الاصابه، حتى لما بعد البطوله العربيه وكان مصاب وقعد فتره كبيره ما بيتمرنش، ولما بداش برضه ما بداش اول مباراه في البطوله، فدي ساعدت ان عمرو السوليه يبدا ايوه. النهارده. انما انا زي ما بقول لك كده انت بتلعب بثلاثه في خط الظهر، مليون المية بتأثر على الوضعية الناحية الهجومية طبعا، دي. مفيش كلام، انت بتبقى ناقص لعيب قدام، ما انت هتعمل استحواذ ازاي؟ هيبقى في ليك فعالية قدام ازاي؟ انت كل ما سهل جدا 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 ان انت بتفقد الكرة في الجزء اللي قدام ده، بيعمل لك مشكلة. بس بالطريقه دي الاهلي كسب الاسماعيلي 4 في اول تطبيق ليها لو نفتكر، وكسب اهو مونتريق. فهل هي عيب طريقه ولا عيب ما احنا قلنا افراد احنا ولا اتفقنا ان هي مش طريقة بس، اتفقنا ان يعني وهو بيلعب الاسماعيلي هل كان عنده رغبة الخوف انه تمام الجرأة يعني؟ طبعا يعني ما هو الاسماعيلي ايه ده، من اول دقيقة ضاغط على الاسماعيلي لحد ده كان بيجيب جون ويجيب التاني ويجيب التالت، 90 دقيقة كان ممكن يجيب اكتر من كده ومضيع فرص كتير، فالرغبة موجودة ومفيش الخوف الزيادة قوي ان انا احترم الفريق، بس الاحترام ده ما يخلينيش اخاف، الخوف لا يعمل اللي احنا شفناه النهارده. انا بستحوذ بس مفيش فعالية، ايوه انا بستحوذ النهارده. الاهلي له كام فرصة يا كابتن هاني في ال 45 دقيقة الشوط الأول؟ لا الشوط الاول 45 دقيقة في الشوط الثاني له كام فرصة؟ لما الراجل في حسب الاخر 6 دقايق في دقيقة واحدة الأهلي كان له فرصتين، وهو بيلعب إيه؟ هو بيلعب ناقص. 10. ليه؟ الرغبة كانت موجودة بشكل مش طبيعي. هو ده اللي احنا بنشوف الأهلي على طول في الدوري بالشكل ده. الست دقايق الأخرى اللي احنا اتفرجنا على النادي الأهلي وهو بيلعب 10، تحس إن الأهلي بيلعب 12 ما ايوه. بيلعبش 10. طيب ليه؟ ليه؟ هو اللعيبة في رغبة، ما فيش خوف، الخوف اتنزع من عمر الأهلي، ما بيخاف حتى لو بيلعب ايا كان الفرقه ما بيخافش. النهارده انت بتقول الكلام ده بحرقة، حاسك اتضايقت النهارده. والله زعلان ان الاهلي كان ممكن يقدم كوره افضل افضل، مش كوره، لا كان يبقى فيه فعاليه اكتر من كده، مفهوم. كان يبقى فيه ضغط على الخصم اكتر من كده. الاهلي كان اول ما بالمباراه بيمسك كوره الاهلي بيرجع ال 11 لعيب في نص ملعب النادي الاهلي، بيبدا خلاص يقفل ويبدا بقى ينقل زي ما انت عايز، بس يبقى بدون خطوره عليه، ايوه. وده حصل. انما في كوره عدت جه جول الاول، فانت بدات بقى يبقى في رغبه ان انا عايز اكسب، في رغبه ان ابقى في قدامي طموح ان لا لازم اكسب، والفرقه اللي قدامي دي ما احنا ما شفناش النهارده بالمرس عمل حاجه يعني، لا ده بالعكس، بس فريق منظم ما انا قلت منظم ذكي وفرقه كمان فرقه جدا. كبيره وفرقه منظمه، بس صدقني والله الاهلي النهارده بيلعب، ما انا مش شايف فرق كبير بين اداء ايوه النادي مفيش الاهلي، فريق. والله ما فرق كبير خالص يعني، وان الاهلي كمان ناقص لعيبه، الاهلي ايوه. عنده هل بقى يبرر قله جرأه الاهلي اللي اتكلمت عنها النهارده الغيابات والاصابات والقايمه غير المكتمله اللي بيلعب بيها الاهلي؟ ما احنا ده كان موجود في ماتش مونتيري والاهلي كسب، وكان كان في لا اهداف ضاعت في النادي في مع مونتيري، كان في اهداف كتير ضاعت، والاهلي كان لا كان افضل من مباراه النهارده، ومونتيري فرقه كبيره، فرقه كويسه جدا، مظبوط. فرقه يعني برضه من الفرق الكبيره في كنت موجود حضرتك ساعه 2013 ساعه مواجهه كنت موجود الفريقين بتاعت 5 بتاعت المغرب و12 و12. ال 12 كانت في اليابان، احنا كنا بنلعبهم على الثالث والرابع خسرنا منهم 2-0، وفي المغرب برضو احنا اصلا سجلنا، كنت موجود في المغرب، كنت بغطي المغرب البطوله احنا دي، برضو لعبناهم، كانت نتيجه قاسيه جدا. كان تاني مباراه لينا، ايوه خسرنا، كنا بنلعب على الخامس والسادس، ايوه صح. لان احنا خسرنا اول مباراه من فريق صيني، فريق صيني انا مش فاكر اسم الفريق، وتاني مباراه كانت مع مونتري. مونتيري خسرنا 5-1. النهارده من احنا الذكريات الصعبة بالنسبة لك طبعا دي صح؟ طبعا مفيش كلام، عشان كده الناس حتى قالت الحمد لله ردينا الاعتبار بعد السنوات، لأن مونتري كان كسب الأهلي مرتين كسب الاهلي مرتين في بالظبط، 12 كان و13، ساعتها جوانزو الصيني المواجهة الأولى. جوانز الصيني مظبوط، خسرنا في المباراه دي 2-0، ورغم ان احنا كنا كويسين قوي في المباراه ديت ومضيعين فرص في الشوط الاول، انما طبعا اللي في النهائي اللي بيتهدف